مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. حديثنا اليوم علامة في يدك إذا ظهرت في الصباح الباكر تدل على حدوث الحمل. تكون العوارض الأولية التي تنتظرها المرأة الرغبة في الإنجاب، حيث تشعرها بالسعادة والفرح بوجود جنين بالرغم من أن البعض منها يكون مزعج. وهنا يسبب الحمل بعض العوارض المرتبطة في الأسبوع الأول من تلقيح البويضة، كالتغيرات المزاجية، انتفاخ البطن، حساسية الثدي، الصداع وألم العضلات. لكن أكثرها شيوعاً هو انتفاخ اليدين. يمكن أن يكون انتفاخ اليدين من الأعراض المزعجة، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الإحمرار والألم. قد تلاحظين أن يديك تبدو أكبر حجماً من المعتاد، وقد يبدو الجلد منتفخاً عند الضغط عليه. وقد يحدث انتفاخ اليد بشكل مفاجئ في أوقات معينة من اليوم، خصوصا في الصباح. فانتفاخ اليدين بسبب الحمل عادة ما يحدث خلال الفترة الأولى والأخيرة من حدوثه، لسبب واحد هو احتباس السوائل في الجسم. غالبا ما يكون غير مؤلم، لكن قد يسبب إزعاجاً. ومن الممكن أيضاً أن يكون انتفاخ اليدين عرضاً جلياً ينذر بالإصابة بتسمم الحمل، وذلك إذا رافقته بعض الأعراض الأخرى كصعوبة في التنفس، ضغط الدم المرتفع، واضطرابات في الرؤية. يحدث هذا الأمر غالباً بعد الأسبوع 20 من الحمل، وهنا يجب على المرأة الحامل الذهاب مباشرة إلى الطبيب تجنباً للوفاة. كذلك يمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية خاصة أثناء الحيض والحمل أعراضاً مثل الانتفاخ والتورم. تحدث هذه الأعراض غالباً بسبب التحول في الهرمونات مثل الاستروجين والبروجستيرون. وأيضاً التهاب المفاصل هو من أبرز الأسباب لتورم اليدين. غالباً ما يزول انتفاخ اليد بدون علاج، لكن في حال عانيت من تكرار هذه المشكلة مع وجود أعراض أخرى مصاحبة لها، يتوجب عليك مراجعة الطبيب لمعرفة سبب انتفاخ اليدين في الصباح وإجراء الفحوصات اللازمة إن أمكن لك ذلك.